السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم خالتي، ضمن لكم الجزء الاول اللي كان خاص بالحسون عند عمي اسماعيل وشتو الفروخة ما شاء الله. هذا فيها جزء ثاني اللي درناه خاص بالكناري، هكذا يعني باش ما نهبلوكمش ما نطولكمش الفيديو خاوتي. تحبوا تشوفوا المقنين وحده فقط راح تشوفوا المقنين وحده، تحبوا تشوفوا الكناري شوفوا الكناري ماشي بروبلام. اذا نبداو بالسلعه اللي كاين خاوتي. عندنا هذوما في الجاسب شابين، هذا الجاسب دوبل ديليسيو، جوج ليمال راهم واجدين خاوتي، باقي 2021 مازال ما عاد خدمة. عندنا في مالا جاسب في الزيولوج كذلك، لا هذه في مالا في الموزايك، موزايك زيولوج اي والله خاوتي، موزايك جون زيولوج كذلك شابة الله يبارك ما شاء الله. بالنسبة للسعر شحال هكذايا؟ هذا 750000، هذه نحسبها له 700 خوتي في الجاز، في هذوما دبل ديليسيو 750000 7500 دينار، وهذه 7000 دينار خوتي في الموزايك جون ما شاء الله. عندنا كذلك دائما في الجاز خوتي، هذا في السامبل، هذا يا في السامبل خوتي باقي دائما 2021 شباب ما شاء الله. شحال درتم انتو؟ هذا نحسبو 600 6000 دينار. عندنا كذلك هذا في الجاسب، هذا شنو اسمه؟ هذا لا لا هذا بورتو لوتينو خاطي، بورتو لوتينو يعني لوتينو اللي عنده عيون حمراء شباب سيبري الله يبارك في جون بونسيف الله يبارك، باقي كذلك 2021 هذا السوم تاعو 450 4500 دينار خاطي. عندنا حتى يعني الاوردينار متواجد خاطي، هذيك الاوردينار، الاوردينار هذا عنده واحد 6 شهور. شحال سوم هكذايا؟ هذا 160000، 160000 خاطي بالكاجا 200000، 200000 خاطي بالكاجا بكلش. نزيد نروحوا عندنا الجاسب هذا كذلك ما شاء الله. شنو انا مريت شويه هذه في مالا اسمها بريم بلو، هذا شعر طار لها ضربت مع المال هذا عليها مسافه سي طوماش خاوتي شابه بزاف لا كولور بريم بلو، هذه بريم بلو كما قال، وهذا جاسب دب ديليسيو، هذه تاع الا او ا يا اخي، هذه تاع الجمعيه هذه يا خوتي راهي باقيه بالجمعيه الا او ا نحييهم بالمناسبه. باقي 2020 خوتي، هذه في الفار 2020 وباقيه باسم الجمعيه شابه بزاف خوتي. عندنا هدايا هذا في الجاسب كذلك ياك؟ نعم هذا الجاسب دوبل ديليسيو، الجاسب دوبل ديليسيو دائما واجد في باقي 2021 كذلك خوتي. عندنا البورتير هدايا الله يبارك، شوفوا شباب بزاف خوتي، دائما البورتير يعني يجيب لكم لي زيولوج ويخرجكم حبات شابين بزاف ما شاء الله، سيرتو بالميلالين باقي 2021 شحال درتمتو؟ هذا 500000، 500000 خوتي. وعندنا هدايا هذا واش يكون عمي اسماعيل؟ هذا ال الجاسب، هذه في الجاسب يعني شابه شابه يعني عندها شويه ميلالين عندها هكذا، المهم باقي 2021 دائما نكملوا خوتي مع الجاسب. شوفوا خوتي علاش نقول لكم الجاز، لانه شوفوا هنا لاكولير عندنا، شوفوا هذا بالقري هذا بالمارو هذا بالجون، وعندنا هذاك بالفار يعني خوتي فار واحد الفار انورمال. شوفوا السوم تاعهم 500000، 500000 كيما راهم خوتي، لهذا دائما بون سمحوا لي هذا في الاكات، في الاكات في الاكات خوتي، في الاكات اوبال هذا نورمالمون شباب بزاف. وعندنا هذوما في الجاز يعني ما شاء الله، هذه هما في الاوردينا حاجة سامبل عادية، انا نقول لهم 150000، 150000 كذا. هذو هذو الزوج هذو اللي مار، هذو اللي في مال، هذوك اللي في مال اللي شفناهم دوكا خوتي، وهذو ما سيدي جوج اللي مال الله يبارك خوتي. يعني عمي اسماعيل حتى البراد ودايروا للطيور تاعو يعني في الصيف ولا يشاح لهم البراد هكذايا قلاز. كاينه هذه دير 350000، 350000 خوتي في مال، هذه 3500 دينار اي واجده هذه؟ مازالها شويه، مازالها شويه. هذا واش نعمي اسماعيل نشوف فيه؟ هذا ميلي تاع الجزر، ميلي تاع الجاسب هذا راه خويا يحب يكوبلي كناريا، يكوبلي عادي يكوبلي هذا اف ان ان شاء الله، يكوبلي ما شاء الله، ورافد شو مقنين وفيه كناريا ثاني هذا يا راه يقول رافد شو مقنين وكناري الله يبارك. هذا استعملي الجاسب خوتي، والسعر تاعو شحال الحق هذايا؟ السما نحسبو مليون، مليون خوتي 10000 دينار هذايا مليون
هذه هي خاطر يعني اللي ميلي تاعو يخرجوا ما شاء الله. الله يبارك. اذا خرجوا يعني راهو يدير الفرقه تاعو. بياسر بياسر هذه هي حاجه شابه حاجه ما شاء الله. دائما عندكم اسماعيل خوتي المكان متواجد في الحاميز. الحاميز اللي ماشي الحاميز دار البيضاء، والحاميز راهي معروفه وطنيا خوتي اللي يبيعوا فيها الذره ويبيعوا فيها كل شيء. كي تلحقوا تما ولا قبل ما ديماري وقال عمي اسماعيل راني جاي لعندك عيط له الى قال لك ارواح ماشي مشكل، ومن بعد كي تلحقوا تما يوجهكم نعطيكم الريبير مليح خوتي اللي هو قدام الملعب البلدي تاع الحاميز هكذا ستاد تاع الحاميز سقسوا عليه ثاني معروف. ومن بعد كي تلحقوا تما تقدروا تعيطوا لعمي اسماعيل يجي لعندكم ولا يوجهكم ماشي مشكل كامل خوتي. دائما نقول لكم خدمه التوصيل كذلك متوفره. عمي اسماعيل كان يخدم غير المقلين دوكا ويخدم الكناري ان شاء الله. زيد تدخل سلعه عمي اسماعيل ان شاء الله زيد تدخل السلعه خوتي ماشي دوكا ولكن معليش المهم يعني شغل ماشي بروبلام هكذايا باش تكون عندكم نظره على عمي اسماعيل. اذا هكذايا نخلي لكم رقم الهاتف تاع عمي اسماعيل هكذا تقدروا تتصلوا به نورمال. عمي اسماعيل قول لي الرقم تاعك 045 35 14 38 094 95 77 78 78. اذا خاوتي عمكم اسماعيل متواجد في الحاميس. نقول لكم السلام عليكم تهلاو في ارواحكم. سلام.